تحية لهؤلاء الشباب الرياضة الصامتة، مهارات تكتيكية. تحية للمعلمين الذين دربوا هؤلاء الشباب، قيادة المعسكر، مشرفين، معلمين. جابوها دبابات، ابنها دبابين، ما بيهاب الموت ودها ايامين. تحية كبيرة جدا لشباب الرياضة الصامتة، هذا الفصيل المتقدم، هذا العمل الكبير والمنضبط يدل على مجهودات كبيرة. التحية لهؤلاء الأبطال، أبطال الرياضة الصامتة. قالوا تدريبا كبيرا. هذه القوة الخاصة هي قوة وقائية. هذه القوة مدربة على تحرير المنازل والدخول إلى أوكار العدو والقبض عليهم حيين أو ميتين. استعراض قوات الاحتياطي المركزي، علمك يا وطن الوان من الوان، وسلامك خطوه تكونيلك ودم فرسانك، نصر في علاك ما للشرف وديانك ونفس الزمن وروحنا العزيز عشانك. ولد البحار تقدر تواسموه هنا.
وزول الديزيز يوم الجهاد مو زولنا نحن بنركب الدرب الصعيب، لا حولنا نحن بنكرم الضيفات بنضح شغلنا. في هذه اللحظات تقدم ابطال القوات الخاصه عرض عسكري خاص. هذا العرض هو عباره عن فنون قتاليه من غير سلاح ناري، استخدام السكين. تحية لقوات الاحتياط المركزي، وتحية لهذه القوة الخاصة، هذه القوة التي تستعد وهي مستعدة للزودة عن حياض الوطن. ونحن عزالة العظيم، هذا الفصيل هو دليل واختلاف القوة. القوات المسلحة السودانية تمتلك عقيدة قتالية تختلف عن كافة القوات المسلحة في العالم. الجند السوداني هو الجند الوحيد الذي لا يستسلم. بعد نفاذ الذخيرة يستخدم الجند السوداني السونكي للقتال. التضمد عالي، اوعى تهزم دينك وليمس سودانك، سل عليه سكينك في القباض والقلب والراس يكون تنشينك، انفراد يساري، نسأل الله يعينك. هذه هي فنون استخدام السونكي. تحية لهؤلاء الشباب. جابوها دبابات، إنها دبابين، ما بيهاب الموت بنت هيابين، تطفو نور الله شفت يا خاترين. استخدم السونكي عند الاشتباك مع العدو عند انتهاء الذخيرة أو الاشتباك بالأيدي. كان لقوات السونكي الغطح المعلى في معركة الكرامة، معركة تحرير إدلب،
حيث تقدم العقيد محمد الحبيب كومبو من النقطة صفر، وكانت بداية المعركة للتحرير هجلي. Donkey,